لماذا يستهدف الطيران الامريكي المقاومه الشعبيه في البيضاء؟ سؤال عنونه الموقع بوست لتقرير حول تزامن الغارات الجويه التي تستهدف المقاومه في البيضاء تحت لافته الحرب على الارهاب تاره او مبرر القصف الخطا تاره اخرى، وتحديدا كلما حصدت المقاومه نصرا وتقدمت على الارض. فهل البيضاء محافظه ارهابيه؟ يتذكر اليمنيون جيدا كيف كانت مارب في عهد صالح مجرد وكر واسع للارهاب، ابرزها قبيله عبيده التي صنفت كحاضنه للارهاب، غير ان مارب خرجت من دوامه الاتهامات لتكون مأرب اليمنيين ونواه دوله اكثر مدنيه من غيرها من المحافظات، وكمارب ستخرج البيضاء، بيضاء من غير سوء. فمحافظه البيضاء اكتوت بصراعها مع الامامه في مراحل تاريخيه متعدده وخضت معارك مع الجيش الموالي للمخلوع وميليشيا الحوثي وهي لا تزال قادره على كسر معادلات القوه وتجاوز قهرها التاريخي كان للمخلوع وقواته اليد الطوله التي مكنت ميليشيا الحوثي من التمترس في حربهم ضد قبائل البيضاء عبر المعسكرات في المدن الرئيسيه التراكمات التاريخيه لهذه المحافظه العصيه تفسر الاستبسال الخالد للدفاع عن الجمهوريه في التاريخ اليمني الحديث او الانحياز للمشروع اليمني الذي يعمل على تعزيز الروح الوطنيه واستعاده الذات اليمنيه المرتبطه بالارض والانسان. منذ الانقلاب وحينما تحركت حملات الاجتياح صوب السهول اليمنيه اتجهت الارتال العسكريه صوب البيضاء التي لم تكن لقمه سائغه في فم الجماعه الحوثيه. فالبيضاء بجغرافيتها الخشنة وشراسة مقاتليها قلبت المعادلة واستنزفت ميليشيا الحوثي وأهانتها من خلال الحرب الضروس التي خاضتها مع القبائل هناك البيضاء الضاربة في التاريخ منذ عهد التبابعة المطلة على أهم المنافذ المؤدية إلى منابع النفط والغاز شمالا وجنوبا وهي المحاطة بثمان محافظات صنعاء، مأرب، شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، وذمار، وستظل جزءًا أصيلًا في معركة استعادة الجمهورية، رغم الخذلان الذي تواجهه من قبل الحلفاء قبل الأعداء.